السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى الموجز الرياضية. ألحق فريق المحرق الهزيمة الأولى بمنافسه المنامة هذا الموسم بدوري زين البحرين لكرة السلة، وذلك بعد أن تفوق عليه ب74 نقطة مقابل 73، وذلك على صالة الاتحاد البحريني لكرة السلة، حيث شهدت المواجهة تألق اللاعب علي عباس من صفوف المحرق بتسجيل 17 نقطة، فيما كان المحترف البهامي كولبي أبرز اللاعبين بصفوف المنامة بعد تسجيله 19 نقطة.